طب قبل البريك محل ليه سكاتر معايا ومحل 50 سؤال ولا توقف تاب هنا وخلاص ليه لان اسئله الاسئله الصغيره اسئله الحالات قلنا فوقوا عن نفس لا الاسئله الكبيره فوقوا عن نفس الحالات انت مثلا عندك لو على البريك عارفين انت فين الكنترول واحده بينا لا ما تطبقوا 41 حتى بقى اسئله صغيره ما هي على فكره في اسئله منهم مثلا متكرره عندي هتلاقيها برضه في بس هو عموما بقى خد بالك في الـ MCQ الأسئلة الموجودة في كتاب الاسم بالذات الأسئلة الصغيرة أنت لازم توصل لدرجة إيه يا جماعة تشوفها تحلها تشوف السؤال قبل ما تشوفه تحله لأن عشان الوقت خد بالك عشان أنت عندك إيه الوقت عشان إيه؟ عشان الباقي ياخد وعشان لو جات لك سؤال بره الكتاب فكر شوية إنما ده عشان تعمل توازن في الامتحان يعني واحد أسئلة الكتاب على فكرة هايفة أوي هو كلها من قمار كلها إجابة من قمار اول سؤال اول سؤال ده حضرتك جنزبيت سبب كله بيعمل كرونيكال فيلير اكسبت يعني واحد عنده تعبان هيدخل في كرونيكال فيلير يعني وبعدين اصلا بقيت الاسباب يعني ازاي اصلا يعني حتى السؤال انما بقيت الاسباب كلها كامل ولا مالجنا تايبرتنشن دايبيتس مسرات في روبس كان جيزا كامل طبعا كل دي ممكن تعمل لا يا جماعه في الام سي كيو ركزوا معايا بس يعني ده كامل ولسه بصف 341 341 السؤال الثاني بقى ايه اللي هي الانرجيزا كنتروبس يعني الانرجيزا كنتروبس تعمل كورونيك افكت بصوا يا جماعه اول ار ترو الاكيوت رينال فيلير اكسبت نور طبعا السؤال ده فيه غلط هو بقى مش نورمال اشرب لي كلمه وعامل نورمال يوريا نورمال اتش ايونز نورمال كالسيوم نورمال بوتاسيوم لو صوديوم طبعا السؤال ده كده سؤال احمر السؤال كده الكتاب القديم الايه؟ انت معاك كتاب قديم بقى بتكلم كتاب جديد كله عالي وكله غلط لا لا خلوا نورمال دي شيلوها وخلوها هاي يوريا يعني من سهم من فوق هاي يوريا هاي اتش ايونز هاي كالسيوم هاي بوتاسيوم معايا يعني هو عامل السؤال ده ورق له بس لعبه غلط هو بدل السهم من فوق عملها نورمال فشيلوا نورمال فخلي السؤال ايه يا جماعه يعني صلحوا بقى كلمه نورمال شيلها وخليها ايه انكريز يوريا كله عالي طب ونجاوبه بعد المره في الاكيوت رينال فيلير كله بيزيد اكسبت هل اليوريا بتزيد؟ بتزيد الاتش ايونز بيزيد؟ البوتاسيوم بيزيد؟ الصوديوم بيقل؟ بيقل ليه الصوديوم؟ قلنا حصل فين؟ لا يوش عارف مدرجة انما الكالسيوم بيزيد؟ لا اصل يا جماعه ما بيلحقش يحصل له حاجه وثم الكالسيوم بيزيد امتى؟ في الاند ستيج كرونيك رينال فيلير وبالمناسبه في الكرونيك رينال فيلير الكالسيوم كان عامل زي القهوه ساده في اول الطريق مظبوط في نص الطريق زياده في اخر الطريق فاكرين الكلام ده؟ بالمناسبه في الاكيوت رينال فيلير قلنا الكالسيوم غالبا بيبقى نورمال وممكن يقل بس غالبا ايه يا جماعه نورمال ما بيلحقش يحصل له حاجه وبالمناسبه بقى ايه الاعراض اللي كانت تحصل في كورونا كلينا فيلير لكنها ما كانتش بتحصل في الاكيوت كلينا فيلير عنده برايمال الانيميا الانيميا تحصل بس مايل تقريبا معايا ولا مش معايا طب ليه الانيميا تحصل في كورونا فيلير ما ادتش بقى يا جماعه الكلام شرحه قبل كده ليه تحصل اول حاجه قلنا الاسترو بايوتيكي ال ممكن نقص الحديد طب اعرف منين شوف الايه ادي ابريكس لا لا مش هندي بقى ماشي بس رمق ال سي بي سي شوف هي نورموسيتك نورموكروميك انيميا ولا مايكروسيتك هايبوكروميك انيميا لو مايكروسيتك تبقى اير ديفيشنس انيميا لو نورمو تبقى ايه اريثروبايتين ديفيشنس اللي هي يا جماعه اللي هي اسمها ايه بونر فيلير يعني طيب ندخل بعد كده سؤال يبقى هنا الاجابه هتبقى سي بس بعد ما تصلح السؤال لانه كده بتصفته دي غلط برودكاست ايه ده بس الاداء برضه في سن ديلي في لاج اوف تايم كده انت واخد بالك مش عايز لاج اوف تايم الام سي كيو يا حبيبي النهارده عشان تحل السؤال يا ابني ما انت لو سالت الليمبي هيحل انما تحله بسرعه الاداء ما كل الناس بتادي انما مين بيادي بسرعه ويخلص واتش از نوت مين اللي مش كرايتيريا من نفروتي سندروم اداء سريع هايبر تنشن هو النفروتي كام هايبر تنشن لا امتى يحصل هايبر تنشن اربع اسابيع خلاص ما دام قلت كده بالثقه دي ما تعرف خلاص دي يعني ايه ممكن ايه انا صارت ليا جنرالايزد جنرالايزد قديم لو يحصل بلور فيوجن وبريكارد فيوجن واسايتس الكلام ده طب سؤال ولا بلاش بلاش سؤال عشان انت اوليجوريا يعني روماني يعني روماني فاتي فاتي كاست نيفروتيك اصل كان في النيفروتيك كان في حاجه اصيله في اسمها ايه هايبر كوليسترولمي احنا قلنا في الكيسز لما نيجي نحل الكيسز بعد كده اي حاله نيفروتيك لازم يجي يقول لك ايه انا بالظبط خمس دقايق دي الاول بتاعت الخمس دقايق بالظبط خمسة و عشرة و عشرة و عشرة مع فالمهم يقول لك ايه بقى يقول لك ان بص يا جماعه اي حاله نيفروتيك بتشخصها ازاي يقول لك وانا كوليسترول عالي كوليسترول عالي معايا
خليت تدخل مع كل الناس. اروح بقى ما بيفهمش في الكوره بس بره لسه المانيا هولندا انت عشان هو واقف دخلت صح مني بلجيكا دخلت صح مني كلهم بيتكلموا انا شفت بلجيكا والجزائر اللي هو صور عافيه حتى في ماتش كانوا مغلوبين حتى اخر دقيقه مغلوبين في اخر دقيقه طلع فريق واقع ضربوا لعب بتنظيمات كانوا جت اتفرجت منظري بقى والله انا مش هتتفرج انا هيطلعوا برضه دور 16 وده فريق كان لا 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 ايوه لما قلنا ايه اي كلام في اي اتجاه تتمان سواء سايكايتري او ايه يا جماعه كل او اورجانيك اورجانيك الفهرس بتاع النيورو فمو سايكايتري هم ايه بقى سايكايتري هم ايه سكيزوفرينيا باي كيو قليل ودبريشن انفيرتد سليب ريس شكرا ما ذكرهاش انما بقى هنا في الام اس كيو كله بيعمل ايه السؤال ده مش هتجاوبه غير لما اخد نيورو انكفالوباسي تحصل نيوروباسي ومال مايوباسي اكيد مايوبلوناس ايش هيحصل عادي انما مايلوباسي تحصل لا ليه بقى لان لما ناخد البريفرال نيوروباسي في النيورو هنعرف ان في حاجه اسمها اكزونوباسي وحاجه اسمها مايلوباسي الاكزونو المايلوباسي ليه اسباب معينه عارفين يعني ايه مايلوباسي اه عارفين بقى الحاجات دي فالمهم هنا لا ما بيبقى يبقى هنا دي معلومه تعرفها يعني هنبقى نقولها في النيورو حلو الكلام طيب قولوا بعد كده كومبليت انيوريا ما قلت لك بتجيب قلت لك انا مش هشرح الموضوع ده لان ده محتاج الحنوت يجي يعلمك ازاي يغسل العيان بعد ما يموت اللي هو حاجه اسمها ايه بقى اللي عنده مش تيوبرال نيكروزس انما ديفيوز كورتيكال نيكروزس كورتيكال نيكروزس ده في عرض النيكروزي طبعا حاجه خطيره جدا هنا بقى ممكن يحصل ايه يا جماعه ده انت هنا كل حاجه اتدمرت مفيش اصلا ايه يا جماعه انيوريا السؤال اللي بعد كده بسرعه بقى يا جماعه عشان بيني وبينكم عايزين ناخد بريك which is not recognized because of microalbuminuria يعني حاجه تضحك السؤال ده يضحك يعني تحله في الامتحان وانت بتفهم انتوا معنى ان انتوا بتفكروا البنت عديتوا اول اختيار عديتوا اول اختيار دي يعني طبتم ايه يعني والله طبتم على الواقع اللي انتوا وصلتوا مايكرو ابوموريا وكلمه نيفروتيك اول كلمه في نيفروتيك اصلا نيفروتيك رينج اكتر من 3.5 مايكرو يعني من كام لكام 30 300 اه طب بالمناسبه مايكرو 30 300 ايه ملي جرام في ايه ده دي سي طب ممكن يبقى من 20 200 ايه ملي مايكرو جرام في الدقيقه لان في الام اس كيو هيتلاعب بيك بقى في الحكايه دي مايكرو ابوموريا اس ويجيب لك اختيارات ايه يا جماعه بيقول لك من 10 ل 100 ولا من 20 ل 200 ولا 30 ل 300 ولا 40 ل 400 مايكرو جرام في الدقيقه طبعا انت حافظ اوتوماتيك لان مايكرو ابوموريا تبقى كام 30 ل 300 هتلاقيها بقى من 20 ل 200 شفتوا بقى يا جماعه شفتوا التلاعب بالاطفال بس انا اقشر في الامتحان يوم جايبها لك المره دي بالملي جرام عادي طب انت بقى كاتبها لهم من 20 ل 200 لا 30 ل 300 ملي جرام برسنت او 20 ل 200 ملي مايكرو جرام في الدقيقه خش على السؤال اللي بعد كده واتش الزفرنج دازنت برديوس ريد يوريا السؤال ده حلو ايه لا حلو ايه السؤال ده ده في مسطر ضخم سيب لي واحد اكتر في السؤال مايكروسكوب يعني السؤال يا جماعه بس على فكره يا جماعه السؤال ده ليه في الامتحانات وعلى فكره انت في الام اس كيو في حاله غريبه انت مش هتتخيلها انت بتخش لها يعني ما في حل ام اس كيوات كده يا جماعه لو انت مش متدرب كتير على الام اس كيو تلاقي في خشاوه جت قدام عينك في الامتحان كده يعني ممكن سؤال زي ده ما تعرفش حله تخيل مايكرو اسمها مايكروسكوبيك هيماتوريا يعني ما فيش ار بي سيز اصلا بالمناسبه هي الار بي سيز تبقى كام عشان اقول انت عندك هيماتوريا اكتر من كام 5 في الاي باور اكتر من كام 5 طب سؤال امتى اخد عينه يعني امتى اخد رينال بايوبسي واحد عنده هيماتوريا لو لقيت الار بي سيز اكتر من 5 بس لازم الار بي سيز تمتاز بانها في بعض الحالات ان هي ديس مورفين ديس مورفين في بعض الحالات ممكن اضطر اخد ايه يا جماعه طبعا لو نفرتك خلاص اللي هو النفرتك سندروم الحاجات اللي عملناها بس كان في انديكيشن تخليني ممكن اخد عينه خش على سؤال بوليوريا بروديوسد باي اور ذا فورم دي اكسبت دافيد سنسيبلس طبعا دافيد سنسيبلس بيعمل بوليوريا كونجستيف هارت فيلير ده ايه ده انا بقى ساعتها بص يا جماعه هارت فيلير اول كلمه في الهارت فيلير لو كارديو يعني لو كارديو يعني الدم من خارج من قلبه قليل فالدم اللي هيوصل لكل الاورجانز ايه؟ قليل
من كل من ضمن الاورجانس اللي هو اول حاجه بقى الدماغ بقى مش عارف ايه والقلب اسكيميك كارديو ديزيز فاكرين الكارديولوجي والكليتين الدم اللي واصل قليل ما دام الدم اللي واصل الكليه قليل يبقى اليورين هيبقى ايه هو انتوا يا جماعه فاكرين اليورين ميه بشربها تكون نازله فاكرين كده ميه بتشربها ولا اليورين هيل من الدم اللي واصل الكليه فالدم اللي واصل الكليه قليل فيحصل اوليجوريا يبقى طبعا هنا اكسبت يبقى كونجست بامب ايه الساينز بتاعه اللو كارديكولت ساينز لا ساينز مش مانيفستيشنز مانيفستيشنز سبع حاجات حاجه وشفايف كده سينكوبا حاجه وشفايف سينكوبا تاتشمنت سينكوبا اللو كارديكولت ايه ساينز بسرعه يا جماعه دراع وشفايف دراع وشفايف على طول دراع وشفايف يعني ايه دراع وشفايف تقعد تسلم عليه بقى بعدين ترجع للسبوتس ضغط دراعه بتنص في الشفايف عشان ايه طب ايه الساينس بتاعه السيستميك كونجيشن ده ده كلام بديهي يا جماعه في الكتاب يعني ما ينفعش تقول زي الكتاب الجايز ايه الساينس بتاع السيستميك كونجيشن ثلاثه ر على طول ثلاثه ر رقبه ورجل وريفر صح رقبه اللي هو الكونجيشن اللي بين الرجل دي بقول لك الريفر هيبقى ايه الرقبه زي البالونه الكلام اللي طالع بس دكتور خش بعد كده ويتش متر ايه يا جماعه المتر دول ما بيعملش ريفلوكس سندروم بولت ولا اير طبعا ولا سمعنا حد بيعمل ريفلوكس بس السؤال ده رخم صح بس بقيت الاسباب بس على فكره بالاحساس تحس ان هو اير حد عمره هيعمل لا يعني الجولد مكتوبه الليد كانت موجوده الميركوري موجوده الكروميوم تحس ان هي نيفروتيك نوع من الاحساس يعني مش عارف اسمها بالمره يعني المفروض الحاجات دي اصلا بالاحساس كده صراحه يعني تلاقي طاقه جوه فالمهم واتش طيب السؤال بعدين سألنا عليه أقوية مش عايزين ما الإحساس أيوة لأن الباقي ما هو بغض النظر عن الإحساس الباقي كله موجود في أسباب النيفروتيك سندروم إنما غالبا أنت ما بتحسش أنت ترى ما هو بالإحساس الأيرون والخرافة السؤال ده سؤال حساس كده طيب سؤال رقم 13 سيبك منه ليه؟ هو الكومنس رينال ليجن في دبيت نيفروبس موجودة في الإندوكراين هي عموما ديفيوز بروميلو سكلير هي لا انا عايز احول السؤال هو الباثولوجي بتاع دبيت نيفروباسي وانا خلينا نبقى نقولها في البروميلو سكلير عشان كده قلت عشان كده ارجع لاول كلمه في الديفينيشن اوف بروميلو رايتس ارجعوا لها كده يا جماعه كانت كلمه ايه اميون ديزيز يوجوالي انفلاماتوري يعني مش كله انفلاماتوري لان في السكر مثلا مش انفلاماتوري ده هو كل اللي بيحصل ايه يا جماعه بروميلو سكلير روزس وانفصل الحكايه دي في دبيت نيفروباسي هناخد بقى دبيت نيفروباسي من الكراين يبقى اتفصل طب سؤال ده حلو بقى ايه الابسوليوت انديكيشن فور دايس على فكره انا بعرف الحاجات دي في حاجات صح بس هو السؤال بيقول ايه بص يا ابني السؤال بيقول لك ابسوليوت يعني على فكره فيهم حاجات صح ما هو ده بس ايه الابسوليوت ابسوليوت يعني ايه يعني بص بقى لازم تغسل بيريكاردايتس بيريكاردايتس برافو عليك هتيجي تقول لي طب ما هو البوتاسيوم اكتر من 6 لا البوتاسيوم اكتر من 6 قلنا في الاكيوت اللي هي اكتر من 7 انا معاك في كل ماشي ما عدلش يبقى هو هنا بيقول لك ابسوليوت ايه يعني حاجه ابسوليوت يعني لازم تغسل بلاش حاجه ثاني يعني العيان لما يقول لك ورا ممكن ما تغسلش والنص لا ما ينفعش كده كده لازم يغسل بالظبط كده ده بقى اكيوت يغسل انما كرونيك مش شرط قصدي كرونيك يغسل انما اكيوت مش شرط انما بيريكاردايتس في اي بص يا ابني اي واحد عنده بيريكاردايتس دي طبعاً زي طبعاً في كل موضوع كده فاكرين في الكارديولوجي في المايوكاردال انفاركشن معنى وجود بريكارديتس مع عيال مايوكاردال انفاركشن از طلعت في النيو طلعتنا في النيو طلعت في الكارديولوجي وطلعت في الكارديو معنى ان كان واحد عنده مايوكاردال انفاركشن وتيجي تسمع تلاقي بريكارديال رب معنى كده ايه ان علاج المايوكاردال انفاركشن قاتل العيال ده ما كانش ينفع ندي ثرومبوليتيك سراج لانه هيموت بسبب كاردياك تامبونات صح ولا غلط في النيو واحد جاله مايوكاردال انفاركشن وبريكارديتس وبعدين دخل في الستروك لو لسه ما عداش عليه اكتر من 3 شهور برضو كان ريلاتيف كونترا انديكيشن للثرومبوليتيك سراج في حاجات كده يا جماعه ركز عليها وانت بتذاكر لان دي الحاجات اللي هي يا جماعه انما مش تركز مثلا اصل في طلبه اللي هم حياتهم مقضينها في جامعه قول يا حبيبي كونترا انديكيشن اوف ثرومبوليتيك سراج في طلبه كده يطلب الشفا ايوه يا دكتور عايز ايه كونترا انديكيشن ايه تلاقيه بيقول له ايه بيربورا ايه كمان هيموفيليا وحياته هيموفيليا ايه كمان تي او سي وبعد كده يا دكتور لو بينزل في اي حته اي حته حبيبي ينزل لو جبت كاوسر بس وبعد كده رقم 4 رقم ايه في الاسئله في حاجات كده كرايتيريا ايه يا جماعه علميه تقولها يعني الاستروك مين ذاكر الاستروك ايه الابسوليوت كونترا انديكيشن للاستروك مرض الكسره بيه مش عايز اعرفه انا عايز اعرف مكان حاجه الابسوليوت كونترا انديكيشن على انت معاك حضرتك 11 برافو عليك والريلاتيف 4 بس كده سيبنا صوت النبي يا حاج عرفت بقى المعلومه دي عشان لما نيجي نشرح في الاستروك في الاستروك هو ايه الابسوليوت كونترا انديكيشن كام حاجه كل 11 اما نبقى نقول له بقى في الاستروك ماشي ايه
لان البريكاربيتس لا تحدث في كرونيك ارتيريال هي لا تحدث في الاندستيشن. فمعنى ان هو عنده بريكاربيتس يبقى لازم هو وصل لايه للاندستيشن متقبل ليه في كل معنى كده ان اليوريتما جامد قوي. طب حلو السؤال ده قولوا يا بتوع الجراحه يا مجروحين انا عايز قولوا بقى يا جماعه في البتاع ده قولوا يا جماعه كل الحاجات دي ممكن تتعلم اليوريا والكرياتينين لا ماليش معاك لا دكتور يبقى ماشي ما كله بيعلي انا بقول هنا بقى العكس بيقول لك ريمين نورمال هنا يوريا وكرياتينين يبقى انتوا لينا سيندروم ده كان هتجي نوع ده كان في تايب 1 وتايب 2 تايب 1 اكتر من 2.5 تايب 2 كان اكتر برضه فاكر ان هو تايب 1 وتايب 2 اللي هو دبل ومش لا هايدرونفلوس اللي هي بتوع جراحه فين طبعا بالاستبعاد يا جماعه جاتوا لينا سندروم طبعا كلكم عارفين هي بتاع الكرياتين جاز معانا محمود بس هيموليتيك يوريك سندروم اللي هيموليتيك يوريك سندروم ده كان السبب رقم واحد في العالم اللي بيعمل اكيوت تين في ان طفل صغير اقل من 5 سنين كان بيشتكي من ايه ديزنت هيماتوريا رينا الفيلير فاكرين الكلام ده فاكرين هيموليتيك يوريك سندروم طب اسال سؤال بقى نجاوبه بصوا انا والله ايوه يا اخو بصوا بيعمل ايه في كومبليت نورمال اللي هو كنا قلنا اميونوجلوبولين اي نيفروباثي والكيتين اتش اتش ها ها الاتش الاولى هيموليتيك يوريميك سندروم الاتش الثانيه في نقطه عايز اقولها يا جماعه سن واحد قاعد دلوقتي مثلا ممكن من شباب التوكسي الحاجات دي بالنسبه له صعبه فعلا بس الحياه ما يخبطش يعني برضه يا جماعه ايه يا جماعه في حاجات اللي هي بتبقى بس عشان تقفل اللي هي يا جماعه فهو اللي ما يخبط يعني لو مثلا مش عارف هايبو كومبر ده بس عليه ام سي كيو يعني مش برضه مش هي نهايه المطاف عشان انا شايف برضه البعض اللي هو ممكن شباب تونسي ممكن مكانه بالنسبه له صعب الحياة بالنسبة له على فكرة تبقى سهلة لأن أنا هيذاكر الأكيوت كافاليا كروني كافاليا نيفروتك نيفروتك أسباب الهايبر كاليميا أسباب الهايبو كاليميا أسباب الميتابوليك أسيدوزس ويبوس في إيده وشوكة أي سؤال أي سؤال وعلى فكرة الأسئلة التانية ممكن حتى لو طالب يا جماعة أنت ليش بس مش مركز أوي ممكن هو كمان يبقى فيه يعني برضو إيه يا جماعة فخدوا بالك يعني التفكير ممكن فعلا يخليك إيه بالذات في الـ MCQ أنا بحاول إن أنا أدي أشورنس للناس دول اللي هما شباب درس ما بينهم وبينك طبعا حاجة مسخرة يعني طب ندخل بقى بعد كده السؤال اللي بعد كده احنا وصلنا لسؤال رقم كام 16 بلاد ليفل بتاع الاكيوت فيليا كله بيعلى بعد كده فاكرين ضد المنطق لا ضد المنطق البرونك لينا فيليا يا جدع البرونك دايره حوالين ضد المنطق انما في الاكيوت كنا حاطين دايره حوالين الصدر ايه لان المنطق بيقول ايه هايبرناتريميا انما هنا بيحصل ايه هايبرناتريميا ليه هايبرناتريميا طب ليه هايبرناتريميا في النيفروتيك الاديما بيطلع على فكره الامس حاول بقى يعني هنا بس في الامس كيو يا جماعه حاول تقرا الاختيارات عشان تستفيد بعد كده يعني يوريك اسيد بيعمل بوتاسيوم بيعمل كرياتينين بيعمل فوسفيت بيعمل يبقى هو الصوديوم بالمناسبه الكالسيوم كان بيعمل لا احنا قلنا ده كان السؤال بقى اللي هو في السؤال اللي هو اللي بيعمل في الكرونيك كابلر في اخر الطريق في الامس كيو في الاكيوت ما بيعملش بوتاسيوم دكتور ماشي يعني هو في حق يقل ممكن يقل شويه بس ما بيعملش البروجنوز او السؤال ده حلو على فكره لا ده حلو ايه بروجنوزس اوف واتش اوف ذا فولوينج از اكس ايه من دول البروجنوزس جامد جدا اكيد بروجنوزس ده البروجنوزس كان جامد جدا انا ما تعرف بص بقى انترستيشن نيفرايتس كرونيك نيفرايتس نيفروتيك سندروم لا 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 اكيد بروجنوزس اكتر يعني النيفروتيك سندروم حتى في المطلق كده لو انت حتى لو انت حتى خدتها في الاطفال البروجنوز مش حلوه قوي انا معاك في الاطفال اللي عندهم مينيمال تشينج البروجنوزس كويس انما هو السؤال ده مطلق كده فالنيفروتيك سندروم في حالات انما الاي جي ان ده يا جماعه الاي جي ان ده
كان كام في المية في الأطفال بيقلب لرابد دي بروجريس برومو فاتس؟ 1% 2%. طب كام في المية في الكبار حتى بيقلب 10%؟ معايا؟ ممكن تبقى خايف من كوميونيكيشنز وفايبر تنشن بس لو ظبطتها خلاص الموضوع فالبروجنوزس كويسة. يعني جابها ايه اللي هي أكيوت برومو فاتس؟ ريكوجنايزد فيتشر اوف مينيمال. ايوه طب بص بقى مينيمال تشينج كورتيز. مين بقى يقول الجرعة بتاعت اخر سؤال؟ يوم كل يوم ليها تقوم في الإجابة لها تقوم ايه الجرعة؟ والله دكتور مدة 6 شهور اول شهر 60 شهر بعديه 40 بعدين 20 قلنا 60 40 20 15 10 5 بس اول شهر 60 ملي جرام كل يوم هنا بقى 5 شهور يوم ورا يوم هو يقول لك حبيبي مجاني نوم يوم دي فورمال كده كده بتسال يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم يوم دي درجه عاليه حلو الكلام بس كده. طب بالمناسبة عشان أحل حاجة بالمنطق ده لو رجع تاني للنفس لودنج دوز وبلودنج ممكن كورتيزون بس نضيف ده بيبقى حتى سي سايكل فوسفامايد وسايكل فوسفور فاكرين الكلام ده سايكل اتنين أما حتى أنا قلت إيه يا جماعة فاكرة يا دكتورة فاكرة قلت لكم لو رجعوا تاني نضيف اتنين سي سي معايا لو اتنين سي اللي هي سي 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 لا مش اتنين سي سي نسيل هو واحد هو سيسي واحد هو سيسي واحد هو سيسي هو سايكلو فوسفايد وإيه كمان يا جماعة واللي هو السايكلو إيه سايكلو واضح ولا مش واضح؟ احنا نشوف أيام لأن هذا بكرة احنا شفناه الأيام الجاية أكتر بدون مرة من أيام الورد يعني أنا بقول لك اللي هو أنا حاسس كده إن الناس هتيجي بعد كده فعلا تطالب بعودة شرايين ناخد بريك خلاص عشان بس اللي عم بتسجل